من محمد واليو سحب الهدف الوحيد. يرجع الى الياس بكرية طويله بلانا نعيفه ياخذها مورغان بيترونغال امام مهدي الوذرفي. بيترونغال يصوب الهدف الثاني، يصوب بيترونغال والهدف الثاني لمولديه بجايه في توقيت 65 دقيقه. لعب مهدي الوذرفي يتفرج، ما عملش الضغط على بيترونغال ويصوب ويغلط الحارس عاطف الدخيلي. دخول صعب في الفتره الثانيه، هدف ثاني لمولدية بجاية، لكن الأمل مازال موجود مع ضرورة التسجيل. سجل النادي الإفريقي هدف. نشوف مهدي الوذرفي ما خلطش على بيترونغال، كان متأخر على مستوى التغطية. مع غياب التغطية من عبد القادر الوسلاتي والكرة بعيد، شوف الوسلاتي وين، الوذرفي بيترونغال وعاطف الدخيلي والهدف الثاني لمولدية بجاية. 2-0 في 65 دقيقة لعب في المباراة. شوط أول تعادل.